بعض الحيل التي يجب أن تستخدمها بذكاء لاستنزاف أموال الزبائن داخل متجرك، وكله بالحلال طبعا. معظمنا قد توجه لمحلات السوبر ماركت لشراء سلعة معينة، وفي النهاية نخرج وقد أنفقنا جميع ما يوجد بمحفظتنا. وينبغي علينا أن ندرك أن تلك المحلات تتبع بعض الألاعيب والحيل حتى تنفق ما في جعبتك، حيث تستخدم متاجر السلع الاستهلاكية المختلفة والسوبر ماركت العديد من الحيل والألعاب حتى تشتري المزيد، كما أنهم يتلاعبون بالألوان والأسعار وأمور أخرى لدفعنا نحو الشراء. ففي أساليب التسويق الحديثة يتم تصميم المحلات التجارية ومراكز التسوق بعناية كبيرة لجعل الزبون ينفق أكبر قدر من المال. كذلك تساعد بعض الكلمات مثل تصفية، تخفيض أوكازيون على دخول الأشخاص إلى المحال التجارية، حيث يقومون بشراء المزيد من البضائع وقد لا يكونون بحاجة إليها أبدا. وأيضا محلات السوبر ماركت تقوم بإخفاء منتجات الألبان والمواد الأساسية كالسكر والزيوت وغيرها من الضروريات في الجانب الخلفي من السوبر ماركت، لذلك تذهب في جميع أنحاء المتجر للعثور عليها، وحتما سترى مئات الأصناف المغرية أثناء البحث. فإليك بعض الحيل التي تستخدمها المحلات التجارية لاستنزاف أموالك. يمكنك أن تنفذ حيلة واحدة أو أكثر حسب براعتك وذكائك. يمكنك أن تنفذ بعض الحيل بعض الوقت ثم تغير الحيل من وقت لآخر حسب ما يتراءى لك. فإليك هذه الحيل. الحيلة الأولى: كروت نقاط الهدايا. اصنع كروت نقاط الهدايا، وهذه الكروت تسجل نقطة للعميل لكل مبلغ معين يتم إنفاقه. تلك النوعية من الكروت تجعل الزائر يقوم بشراء كميات كبيرة من السلع بهدف الحصول على أكبر عدد من النقاط لدخول سحب ما. الحيلة الثانية: الموسيقى الكلاسيكية الهادئة. قم ببث إذاعة داخلية لموسيقى كلاسيكية هادئة، حيث قد يبدو للزائر أن الموسيقى التي يتم تشغيلها في السوبر ماركت والمحلات التجارية الضخمة هي من قبيل إمتاع الزائر، غير أن هذه الموسيقى لها هدف أعمق، هو جعل الزائر هادئا وبطيئا في تجوله ومن ثم دفعه نحو المزيد من الشراء. الحيلة الثالثة: قم بإخفاء السلع الضرورية في المحلات التجارية الكبيرة والسوبر ماركت، حيث أنه في حالة ما إذ أمعن الزائر النظر في وضعية السلع الضرورية مثل الأرز والسكر فإنه سوف يجدها في نهاية المحلات التجارية الكبيرة والمولات الضخمة والسوبر ماركت، وهذا ليس من قبيل المصادفة، بل إن الأمر مرتب له من جانب مسؤول السوبر ماركت، فالهدف هو أن يمر الزائر ليشاهد السلع الأخرى كي يشتريها. الحيلة الرابعة: أضف كلمة مشمولة في الشحن المجاني لبعض السلع التي لا يقبل على شرائها الكثير عندما تعرض هذه السلع على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن صاحب المتجر يقول فيها أحصل على شحن مجاني عند شرائك سلع تشحن بقيمة أكبر من مبلغ معين يحدده صاحب المتجر، مما يدفع الزائر لشراء كمية أكبر للحصول على عرض الشحن المجاني. الحيلة الخامسة: قم بتغيير اللافتات في أقسام المحلات التجارية والسوبر ماركت، حيث أن بعض المحلات السوبر ماركت والمحلات التجارية الكبيرة تعمد نحو تغيير اللافتات بشكل مستمر أثناء وجودك كي يتم الدخول للقسم أكثر من مرة والشراء. الحيلة السادسة: ضع أسعارا مغرية لبعض السلع التي قاربت على انتهاء الصلاحية، حيث أنه في الغالب تكون السلع المغرية من حيث الأسعار يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها قارب على الانتهاء. الحيلة السابعة: لحوم بكمية أقل ومرتفعة التكلفة، حيث أن هناك بعض أنواع اللحوم في القسم المخصص لها داخل السوبر ماركت مدون عليها أنه تم غمرها بالمياه بهدف النظافة، ولكن ذلك النوع يزيد من وزن اللحم بشكل قليل. وأيضا يمكنك عمل أطباق من المفروم وغيرها وزن 450 جرام، فينظر الزائر إليها فيظنها نصف كيلو،
فيدفع ثمنها على انها نصف كيلو، لكنها في الحقيقة وزنها 450 جرام، اي بدون تخفيض. الحيلة الثامنة بيض الدجاج الطليق، حيث ان هناك نوعية من البيض اسعارها مرتفعة نظرا لان الدجاجة التي تضع البيض تتغذى خارج القفص، مما يكسب البيض فائدة غذائية اكبر عن بيض الدجاج الحبيس. ولكن هناك بعض الشركات التي تقوم بوضع الدجاج في اقفاص كبيرة وتكتب عبارة ان البيض لدجاج غير محبوس او طليق. الحيلة التاسعة مهرجان التذوق، وهذا يكون لمنتجات اللحوم بعد تسويتها من السجق والهمبرجر ووضع عليها التوابل، مما يجعلها مغرية للزبون فيشتري منها بالرغم من عدم حاجته إليها. الحيلة العاشرة سيارات التسوق الكبيرة، حيث أن معظم المحلات التجارية الكبيرة ومحلات السوبر ماركت لديها سيارات تسوق كبيرة بحيث تكون مغرية لك فتملأها بالسلعة، ولكي تحصل على ما ترغب فيه فقط يجب أن تحمل سلة تسوق صغيرة من حيث الحجم. الحيلة الحادية عشر الأسعار الأقل من الواحد الصحيح، تلك النوعية من الأسعار تجعل المرء يشعر بأنه قام بجلب سلعة رخيصة وهو الرابح. الحيلة الثانية عشر قم بعمل عروض الفترات المحدودة، حيث أنه بذلك يساعدك في التخلص من المخزون السلعي المركون لديك بالمخازن. الحيلة الثالثة عشر قم بعمل عينات لبعض السلع المجانية، حيث أن تلك العينات تدفع الزبون لشراء المزيد من السلع دون الحاجة إليها. الحيلة الرابعة عشر قم بوضع سلع بجوار الكاشير، حيث أنه بعد الانتهاء من جلب جميع السلع التي يحتاجها الزبون يجد أن هناك أصنافا مغرية للغاية بجوار موظف الحساب أو الكاشير، مثل أنواع فاخرة من الشوكولاتة أو الحلوى أو المشروبات المياه الغازية الصغيرة. الحيلة الخامسة عشر قم بوضع أسعار مرتفعة في مرمى البصر، حيث يعمد المسؤولون في السوبر ماركت إلى وضع الأسعار الأعلى أمام الزائر، ويمكن أن يتم الحصول على أسعار أقل إذ ما نظر الزائر إلى الأرفف السفلية. الحيلة السادسة عشر قم بعمل إعلانات براقة في المحلات التجارية، حيث أن بعض المحلات التجارية والسوبر ماركت يقومون بوضع اللافتات بطريقة جذابة لمنتجات معينة، وذلك بهدف دفع الزبون نحو المزيد من الشراء. الحيلة السابعة عشر أغلق النوافذ التي تدخل الضوء إلى داخل متجرك، حيث أنه قد لوحظ في أغلب المتاجر سواء متاجر الألبسة والسوبر ماركت خالية من النوافذ، وتفسير ذلك بسيط جدا وهو عدم رؤية أشعة الشمس وعدم معرفة الوقت هي إحدى حيل المحلات لتقضي أكبر وقت ممكن في عملية الشراء. وفي الختام نرجو أن نكون قدمنا مجموعة من النصائح المهمة حول الألعاب والحيل التي تنتهجها بعض المحلات التجارية والسوبر ماركت لكي تستنزف أموال الزبائن، وشكرا لاستماعكم.